الفنانة ليليا الأطراش، أهلا وسهلا فيكي معنا بفوشيا. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا بالتصوير. ليليا، بعد فترة زمنية، يعني أنت هاي السنة عملين بسوريا، يمكن هذا الشيء ما صار من كذا سنة يعني، فهذا الشيء يعني هل هو اللي خلاكي تبقي بسوريا أكثر؟ حبيتي أنك بقيتي، أنه في أعمال وبقيتي بسوريا لفترة أطول؟ ليكي مو هيك، بصراحة بقول لك شغلة، يعني اللي فرض أني أنا أرجع هو النصوص الحلوة، الأدوار الحلوة، الشركاء اللي هن حقيقيين. فبالعكس أنا مبسوطة وما كنت متخيلة أني رح أرجع بهالسرعة. بس إيه يعني، أضحكوني على العرافة، أنا ما كان صار لي زمان مخلصة ومسافرة، وكنت لسه يعني بكير أني أنا أرجع. بس حقيقة في شيء عم بيستفزني كممثلة، وبنفس الوقت قلت لك هو الدور الحلو والشركاء اللطفاء اللي كمان أنت بترتاحي أنك تشتغلي معاهم. شوفي شيء جديد كمان بعيدا عن العرافة والكرزون. في والله في يعني في منيح، في كذا شغلة لسه ما تبلورت 100%، بس اي لا يعني هاي السنة ان شاء الله منيحة. بسوريا ولا دراما مشتركة؟ عم نعمل لقاء بسوريا وبرا سوريا. صبايا، انت حضرتي بالجزء الخامس منه وهلا عم يحضروا للجزء الجديد، هل رح تكوني ولا لسه ما في شيء؟ والله ما عندي أي معلومات، يعني ما سمعت إنه هنن عم بيحضروا ورح يفوتوا تصوير، وإن شاء الله ربي بيوفقهم. ما عندي أي معلومات تانية بصراحة عن هذا الموضوع. هل أنت مع هيك وجود أجزاء متباعدة، يعني مو بس صبايا، في كتير أعمال بتغيب لفترة وبترجع بجزء جديد، بتشوفي هاي الحالة صحية؟ تعرفي يعني أنا بعد التجربة، أنا كتير شغلة مسلسلات أجزاء، ما بعرف، أنا صرت ما كتير بحب الأجزاء، يعني أنا بحب خلص كل عمل حتوته تخلص ونرجع نفتح حدوتة جديدة. كل العالم هلأ مشغول بالمونديال، اليوم مين عم تشجعي؟ شوفي أنا يعني كنت عم شجع كل المنتخبات العربية، وأكيد كان بيهمني يعني أنه منتخبات تبقى وتضل، وكتير كنت فخورة أنه فازوا المغرب أكيد. وبس عندك طقوس معينة بالمونديال تعمليها؟ لا ما في شيء معين، يعني كل ما هنالك انه هذا روح التحدي والسلام وانك انت تتشارتي انت ورفقاتك مين بده يربح، يعني اجواء المونديال هي لحالها بتفرض حالها، فهي اجواء فرح وتحدي حلو. شو رياضتك المفضلة بالحياة؟ عندك رياضة مفضلة؟ بسبح، بحب السباحة كتير. شكرا كتير ليلي الأطراش، موفقة. شكراً.